السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من استديو الموصلية. حلقتنا لهذا اليوم تشمل عدة مواضيع حول انتهاكات داعش وحول استمرار معاناة الجانب الأيمن، ونبدأ هذه الحلقة بذكر أهم المحاور مشاهدينا. أولها انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وثانيا استمرار معاناة أهل الجانب الأيمن من الموصل ومطالبات للإسراع بتحريرهم من داعش. مشاهدينا الكرام، بداية لهذه الحلقة نبدأها بسرد أهم المواد، والمادة الأولى ستكون الموصلية توثق انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، فلنتابع معا. طلع فيك السيارة. ارجع وين بعد منهم الصوب؟ ما اعرف اصلا وين ناخذه. وين الاخ؟ افتح السد يا واحد من هنا. يلا مو منا عد الرجليه. تعال مقابل واحد هنا، تعال يلا عاونوا. مشاهدينا، كما تابعنا مشهد يومي يتكرر في الجانب الأيسر من الموصل، قصف داعش للمدنيين استهدافه للأبرياء، وذلك عبر قذائف الهاون المنطلقة من الجانب الأيمن وسط استمرار معاناة المدنيين في مدينة الموصل، وعدم اعتبار ذلك بالنسبة لداعش لا يشكل أي شيء، وعدم اهتمامه بحياة المدنيين والمستمر منذ الزمن. مشاهدينا، الآن سننتقل إلى مادة أخرى سنتابع فيها جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في منطقة المجموعة الثقافية، فلنتابع معا. عينك فوق.
تابعنا إذن جهود قوات الأمن والشرطة نينوى المستمرة بالبحث والتحري عن الدواعش وتنظيف الجانب الأيسر منهم. سننتقل الآن مشاهدينا الكرام لنتابع معا المادة الثالثة في هذه الحلقة، والتي تستهدف موضوع الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والساحل الأيسر، فلنتابع معا.
نجتمع اليوم في هذا الاحتفال المبارك من أجل الاحتفال بانتصارات قواتنا الأمنية وجيشنا العراقي وحشدنا المبارك بتحرير جامعة الموصل، وهي من الجامعات العريقة بين الجامعات العراقية، وإن دل على شيء فيدل على انتصار النور على الظلام وعلى العلم على الجهل وعلى التقدم والحضارة على القوى الظلامية التي أرادت تدنيس العراق وإيقاف مسيرته الحضارية التي تضرب في أعماق التاريخ لمدة 6000 سنة. فكان هذا الرد والجواب من قبل جيشنا العراقي وشعبنا العراقي الذي اصطف صفا واحدا خلف هذا الجيش وهذه القوات الأمنية وهذا الحج المبارك في تحرير هذه الجامعة من براثن هذه العصابات الإرهابية التي لا تريد الحياة لشعبنا ولجيشنا. أهنئ جامعة الموصل أساتذة وتدريسيين وطلبة بهذا الانتصار الكبير، ونقول لهم الآن بدأ جهادكم بالعلم من جديد، ونحن إذ نعاهدكم على أن نكون داعمين لكم كما كنا في أيام المحنة، سنكون داعمين لكم من أجل إحياء الحياة الجامعية من جديد، ولتزهر أزهار الجامعة جامعة الموصل لتثمر قطوفا دانية بين أخواتها من الجامعات العراقية. أقامت هذا اليوم مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بمشاركة طلبتنا الأعزاء من الجامعة المستنصرية احتفالا لمناسبة تحرير جامعة نينوى وكذلك تحرير الجانب الأيسر لمحافظة نينوى. هذا الاحتفال له أهمية خاصة في رأينا، وقد ناشدنا السادة المسؤولين في الجامعات بأن يكون هذا اليوم هو يوم وطني، مناسبة وطنية يتم الاحتفال به سنويا، يطلق عليه يوم الجامعة العراقية، يتم استذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأجهزة الأمنية، يتم استذكار انتصار إرادة الخير على الشر، انتصار العلم على الجهل، انتصار النور على الظلام. اليوم المعركة باتت تسير لصالح الشعب العراقي، وباتت المعركة محسومة، وباتت بشائر الخير تلوح في الأفق، والهزيمة والخذلان لأعداء العراق وعصابات داعش الإرهابية. إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم هذه المواضيع التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، ونذكر بأهم المحاور التي بدأنا بها، وهي انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل، ومطالبات الإسراع بتحريرهم من داعش. مشاهدينا الكرام، الآن للتعليق على هذه المواضيع يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموجود على الشاشة ومداخلات. نبدأ بالمداخلة الأولى، ومعي الآن أبو رائد من ذي قار. أبو رائد أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك أبو رائد، أنت معي الآن على الهواء في برنامج السلام على أهل الموصل الأبطال أم الربيعين. طيب أبو رائد، الآن نحن نتحدث عن الموصل. أبو رائد لو سمحت اسمعني قليلا، اسمعني قليلا أبو رائد. بداية لدينا موضوع نتحدث به الآن، وهو موضوع الوضع الأمني داخل منطقة الموصل وتعرضها لقصف من داعش. أنت تكلمني الآن من ذي قار، لكن برأيك كيف يمكن توفير الأمن لهذه المناطق التي تعرض لقصف من داعش؟ إن شاء الله الجانب الأيمن، إذا احتلينا الجانب الأيمن الكامل لول الدواء بالجانب الأيمن، الجانب الأيسر، فإحنا لازم في قوتنا والجيش والفريق الركن غني الأسدي بن عمي هذا والساعد الأبطال يهتمون بتحرير الجانب الأيمن. نعم، فذي قار احنا جاهزين، اخواننا اهل الموصل وعوائلهم
ونساهم وبناتنا وأطفالهم يتعرضون للخطر. فنوصل القيادة العسكرية وعلى رأسها قائد القوات المسلحة حيدر العبادي التعجل بالقاطع بالجانب الأيمن. طيب اخواننا اهل الموصل يتحررون. نعم طيب يتحررون اهل الموصل الابطال حبيبي ابو رائد. الان ما هي التوصيات التي توجهها للسكان المتواجدين في الجانب الايمن اثناء المعارك؟ الجانب الايمن يصمدون ان شاء الله، والفرج جاي، الفرج جاي قريب ان شاء الله، الفرج جاي. ذول بعد ما لهم يظلون ان شاء الله بعون الله، ما يظلون ذول الدواعش المجرمين. هو الفجر نبي يونس، الله اكبر. النبي النبي هذا تترجى وراه شيء بعد يا ابو الوليد يا حبيبي. اهل الموصل بناتنا تاذت، اطفالهم نساهم شيابهم تاذوا. ان شاء الله الفرج قلهم جاي، والقاطع الايمن يبقى صامدين، وان شاء الله الابطال جايينهم بعون الله. احنا نقول الله. بعون الله ندمرهم ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ابو رائد اشكرك على هذه المداخله، كنت معي من ذي قار، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام نستمر باستقبال مداخلاتكم حول موضوع انتهاكات داعش المستمره بحق المدنيين بقصف المناطق السكنيه في الجانب الايسر من الموصل، واستمرار معاناه اهالي الجانب الايمن ومطالبات للاسراع بتحريرهم من بطش داعش. اذا حول هذه المواضيع والمواضيع التي ذكرناها سابقا، وهي توثيق الموصليه لانتهاكات داعش وقصف الأحياء السكنية. معي الآن اتصال آخر، معي ورود من سد الموصل. ورود أهلا بك. أهلا بك أستاذ، أهلا وسهلا. ورود، نحن نتحدث عن الوضع الأمني في منطقة الموصل والوضع الأمني بشكل عام، كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم، وهل هنالك تعاون بين السكان مع القوات الأمنية؟ بالبداية أحب أهني الشعب العراقي بصورة عامة وأهلي أهل الموصل بصورة خاصة بتحرير الجانب الأيسر على يد أبطال قوات الأمنية، كافة القوات الأمنية من الجيش العراقي وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وحشد الشعبي والحشد العشائري وأبناء الموصل. وإن شاء الله فرحة تكمل بتحرير الجانب الأيمن اللي يعاني معاناة، يعني معاناة ما يحس بيها بس أهلها، بس أهل الجانب الأيمن. نعم طيب ورود، السؤال كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم، وهل هنالك تعاون بين السكان مع القوات الأمنية؟ والله الحمد لله الوضع الأمني بمنطقتنا بسد الموصل يعني الأقضية والنواحي المحيطة بها وضع أمني يعني جيد جدا، يعني فضل الله. نعم. وبجهود القوات البيشمركة الأبطال والجيش العراقي المحيط بالمناطق وأبناء المنطقة، الحمد لله احنا بيناتنا متعاونين وإيد وحدة، والحمد لله يعني وضع أمني كلش زين الحمد لله، فضل من الله يعني. ونتمنى هذا الوضع للموصل كلها، يعني الجانب الأيسر إن شاء الله والجانب الأيمن وكل شبر من أرض العراق إن شاء الله. طيب ورود، هل توجد خلايا نائمة وعناصر من داعش في منطقتكم، وهل يقوم الأهالي بالإبلاغ عنهم؟ أي منطقة من يعني تحتل من قبل داعش وبعد تحريرها يبقى بها خلايا نائمة. وقلت لك استخبارات الحمد لله الموجودة، يعني احنا منطقتنا بها قوات بيشمركة. يعني احنا متعاونين معاهم بحيث يعني اي خلايا نائمة، اي احد عنده اتصال، يعني الحمد لله يعني مأمنين المنطقة 100%. يعني احنا صار تقريبا سنتين، اكثر من سنتين احنا منطقتنا متحررة، ما صار اي خلف امني، يعني فضل الله وبجهود هالابطال الموجودين هنا. نعم. طيب ورود، ما هو الحل الأمثل برأيكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء السكنية المحررة، وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به السكان لدعم جهود الأمن؟
والله يشوف أخويا بعد ما تحررت المناطق، وطبعا ما تحررت بسهولة، تحررت بدماء الأبطال الشرفاء الغيارة، كل شبر تحرر بشهيد، ناس مدنيين أبرياء تضرروا، يعني داعش يعني من كان محتل المناطق، وحتى بعد ما يعني الحمد لله تحررت، داعش استخدم كل أنواع الإرهاب، يعني الإرهاب بحق الأهالي. نعم. فالمناطق بعد ما تحررت بهذا العناء وبهذا التعب، يعني وهالشهداء وهالدم اللي راح، لازم أهم نقطة ورسالة نوجهها لأهالي الموصل، أهالي جانب الأيسر حاليا وأهالي جانب الأيمن إن شاء الله بعد ما يتحررون، أنه يبلغون عن الخلايا النائمة، كل شخص يعرف شخص كان منتمي إليهم، أو مثلا كان أو مختفي، أو أزين اللحية واختبى بين الناس المدني الأبرياء، أبلغ عن كل الخلايا النائمة بدون خوف. نعم. لأن ما ظل شيء بعد نخاف عليه، ما ظل بعد اللي شيء شفناه، ماكو شيء بعد نخاف عليه، يعني ماكو داعي نخاف بعد، لأن إذا بقى شخص أو شخصين أو خمسة راح يصيرون 10 بالمستقبل، راح يصيرون 20، وراح ترجع نفس المعاناة. طيب ورود، ما هي التوصيات التي توجهينها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ هل تسمعينني ورود؟ يبدو أن ورود انقطع الاتصال بها. نشكرها ونشكر جميع المشاهدين على هذه المتابعة. إذن مشاهدينا الكرام، كما استمعتم، تعاون المدنيين شرط أساسي، وكما نعود ونذكركم بمحاور البرنامج حول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين، وذلك بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل، ومطالبات للإسراع بتحريرهم من داعش. معي الآن اتصال آخر. معي أبو علي من بعشيقة. أبو علي، أهلا وسهلا بك. أبو علي، هل تسمعني؟ الاتصال انقطع بأبو علي. مشاهدينا الكرام، نعود ونذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا على الرقم الموجود على الشاشة للمداخلة حول المواضيع والمحاور التي ذكرناها، والتي تتحدث حول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين، بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن، ومطالبات الإسراع بتحريرهم من داعش. إذن حول هذه المواضيع نستقبل مداخلاتكم اليوم لمناقشة الوضع الأمني داخل الجانب الأيسر من الموصل، وكما عرضنا لكم قبل قليل توثيق انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وأيضا عرضنا لكم جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش بمنطقة المجموعة الثقافية. معي الآن صلاح من الحمدانية. صلاح، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك صلاح. أنت تحدث للأمن الحمدانية. كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم؟ بالبداية أشكر قناة الموصلية وعلى جهودها اللي تبذلها في جبهات القتال المتقدمة، وأشكر مراسليها، والله يحفظهم وما يسيبهم أي مكروه إن شاء الله. نعم صلاح، تفضل. بالبداية قضاء الحمدانية ومنطقة سهلين وبالأخص هي نعم صلاح، الأمان تفضل أكمل. نعم، الأمان بالنسبة من ناحية الأمان موجود، وليس هناك أي شيء في هذه في منطقة سهل نينوى. نعم، أنا أحد مقاتلي الجيش العراقي. نعم. من الفرقة المدرعة التاسعة. نحن نبذل قصارى جهدنا وشبابنا وأرواحنا فداء لأهل مدينتنا وأهل الموصل
ونطلب من أهل الموصل بالتعاون مع القوات الأمنية. نعم. طيب صلاح، هل توجد خلايا نائمة أو عناصر من تنظيم داعش في منطقتكم، وهل قمتم بالإبلاغ عنهم؟ نعم، خلايا نائمة موجودة، نعم، تابعين لعناصر داعش الإرهابية، وقاموا بعض الأهالي بالإبلاغ عنهم والشكوى إلى الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية العراقية. ومشكورة الأهالي لأنهم يتعاونون مع القوات الأمنية ويريدون الخلاص من هذه العصابات الإجرامية. طيب، ما هو الحل الأمثل برأيكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء السكنية المحررة، وما هو الدور الذي يمكن أن تقوموا به كسكان لدعم الجهود للحفاظ على الأمن؟ سؤال وجيه، شكرا أستاذ العزيز. احنا نريد ونطلب من الحكومة الاتحادية ومن الحكومة المحلية بأن يرجع أهالي هذه المناطق بعد إكمال إعمار مناطقهم، وقبل ذلك نريد إرجاع حراسات سهل نينوى، وذلك لمساعدة القوات الأمنية. طيب صلاح، الآن بالنظر لتنظيم داعش وهو يقوم بقصف الأحياء السكنية بالجانب الأيسر، ما هي أبرز الأحياء التي تعرض للقصف، وهل هنالك شهداء أو جرحى بين المدنيين؟ نعم، في المجموعة الثقافية وفي حي البكر في القادسية الأولى، فهذه تتعرض إلى قصف قبل عناصر داعش الإرهابية من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر. نعم. طيب كيف نعم صلاح، كيف هي أوضاع المواطنين في الجانب الأيمن من المدينة في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل داعش؟ المواطنين في الجانب الأيمن يريدون من القوات الأمنية الدخول بأسرع وقت للخلاص من تنظيم داعش، وهم يعانون الأمرين ونحن معهم قلبا وقالبا. نعم. طيب، ما هي رسائلكم للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية للجانب الأيمن والمتوقع أن تنطلق خلال أيام؟ نحن بالنسبة لنا، وأنا أتحدث يعني كوني من القوات الأمنية، نحن فداء لهؤلاء الناس الذين عاشوا 3 سنوات تحت عصابات داعش، والذين ذاقوا الويل ليس لكل العراقيين وإنما لأهل نينوى. أهل نينوى فاقوا الأمرين، بل قتلوا وذبحوا وسبوا. طيب صلاح، ما هي التوصيات التي توجهونها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ نحن نريد من السكان، من أهلنا وإخوتنا وخواتنا وأبنائنا من الجانب الأيمن، أن يتعاونوا معنا وأن يدلونا على أي مكان فيه داعشي واحد لكي نخلصهم من هؤلاء الجبناء، هؤلاء الجرذان. نعم. الذين يختبئون تحت الأرض، هؤلاء ليس ببشر، ليس هم ببشر. أشكرك صلاح على هذه المداخلة، كنت معي من الحمدانية. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نذهب إلى فاصل نذكركم بأهم المحاور والتي تتحدث حول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل ومطالبات الإسراع بتحريرهم من داعش. إذا مشاهدينا نذهب إلى فاصل، نعود إليكم بعده. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، معي الآن اتصال آخر ومحمد من أربيل. محمد أهلا بك. ألو، مرحبا أخي. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا أخي، كيف الحال؟ الحمد لله، أهلا بك محمد. نحن نتحدث في استوديو الموصلية حول معاناة المدنيين في الجانب الأيسر من قصف داعش، برأيك هل لا زال توجد خلايا نائمة وعناصر من داعش في تلك المناطق،
وما هو دور الأهالي بالإبلاغ عنهم؟ نعم، توجد خلايا نائمة، وبفضل السواعد في القوات الأمنية لقد قضوا على كل هذه. أنا أتكلم حاليا عن الجانب الأيمن. الجانب الأيمن يعانون معاناة شديدة. لقد اتصلت منذ يومين في أهلي هناك، ولكنهم يعني يعانون معاناة شديدة جدا. و يعني معاناتهم لا توصف، معاناة الجانب الأيمن حاليا لا توصف. من الماء، من الكهرباء، من الأسواق، من يعني كافة المواد الغذائية هناك لا توجد. نعم الأسواق لا توجد، لا يوجد شيء في الجانب الأيمن سوى قليل من الأسواق، ومعظمها مقفل المحلات. معاناة الجانب الأيمن، نناشد القوات الأمنية بالإسراع في تحرير الجانب الأيمن. نناشد القوات الأمنية في تحرير الجانب الأيمن والخلاص من داعش. نعم. طيب محمد، ما هو الحل الأمثل برأيكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء السكنية المحررة، وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به السكان لدعم الجهود للحفاظ على الأمن؟ نعم، يمكن للسكان التعاون مع القوات الأمنية للحفاظ على سلامة مدينتهم، وللحفاظ على أرواح المدنيين، وللحفاظ على الأمان، وهذا يتم الأمان والاستقرار للمدينة، وهكذا تتم إن شاء الله. طيب، ما هي رسائلكم للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية الجانب الأيمن والمتوقع أن تنطلق خلال الأيام المقبلة؟ نعم، نطلب من المدنيين توخي الحذر، والقوات الأمنية شكرنا لهم لا يوصف. القوات الأمنية في تحرير الجانب الأيسر والله كفوا ووفوا، وتحرير الجانب الأيمن إن شاء الله قد يكون سهلا وأسهل من الجانب الأيسر، ونوصي أهلنا في الجانب الأيمن توخي الحذر وعدم الطلوع وعدم ترك المنازل، والحمد لله. نعم. طيب، ما هي التوصيات التي توجهونها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ أثناء المعارك أكيد على السكان أن لا يتركوا المنازل، وأن لا يطلعوا فوق الأسطح، وهذا لتجنب إيذائهم وتجنب القوات العسكرية، لأنهم انقطع الاتصال بمحمد. إذا كان معنا محمد بن أربيل، شكرا جزيلا لك محمد. ألا مشاهدينا الكرام، الحديث حول أهم المحاور، وهي انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل، ومطالبات للإسراع بتحريرهم من داعش. إذا مشاهدينا، كما تابعتم معنا أيضا أهم المواد، فقد وثقت الموصلية انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر. أيضا مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في منطقة المجموعة الثقافية. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل، نعود إليكم بعده، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نعود ونذكركم بأهم محاور البرنامج، وهي انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن، ومطالبات للإسراع بتحريرهم من داعش. مشاهدينا، الآن سننتقل وإياكم الآن لنتابع معا الموصلية، وهي تلتقي بعائلة استشهد 5 من أفرادها بقصف داعش العشوائي، وذلك على حي كركوكلي، فلنتابع مع المشاهدين. 5
خمسه طلعناهم من هنا نعم والله ولا نروح عليهم هذا من كل احد وهذا ترى رجال فقير ها ترى الناس حتى تزعلوا بترتيب بيته يا جماعه ترى رجال 1000 دينار ما عنده يعني غرض واحد يعني مش قاعد بس انه بيس يرتب بيته يرجع له تعال 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 كل غرض باك عمر باك بطولي هذا حد جاك له انت ما عنده حد يعني الموضوع يجي واحد بس يقول له ايش عندك والله كل شيء والله احنا هذا بيتنا وقع علينا هون خمس ضحايا راح لي حرمتي وزوجتي وبنات اخويا ثلاث ما ظل عندنا كل احد وهذا البيت كله قدامكم الشظايا وتفلش البيت كله علينا ما ظل عندنا كل احد ماكو جهه مسؤوله شيء جاي ما حد جاء ولا حزارنا نهائيا ابد ما حزارنا لا مسؤول ولا احد وهذا البيت قدامكم كله تفلش والمحله والمنطقه كلها تشهد وقع علينا هاون بدايه 9/11 منطقه الكركوك لحي الاخال ولا يسمونها 9/11 وقع علينا الهاون بعد يعني احنا بعد ما متحررين ضربونا الدواعش من جهه التاميم او من جهه البكر الهاون وقع هنا خمسه يعني لحم كلهم شلناهم لحم ما ظل كل احد مقطعين يتقطع كلهم زين شو طالبوا من الحكومه المحليه؟ يعني الحكومه المحليه يزورونا يشوفون وضع يعني انا ما ظليت بس انا وحدي واربع اطفال، ثمانيه بس اللي تام عندنا، بنات اخويا اربعه عندهن وانا عندي اربعه هذول اطفالي اي انا، وعندي بعد واحد اصغر من هذول هذا الاخ هم جت طلقه بالاخير برجله هم النوم وهسه انت وين قاعد اذا قاعد قاعد ببيت اخويا بيت اخويا والله قاعد هنا بالمنطقه اللي جوا محل تجوا ببيت اخويا قاعدين انا واطفالي ما عندنا كل احد ما ظل عندي احد ما لا مسؤول زارني هاي شهادات الوفاه موجوده ما حد مر عليه ولا حد قال ايش عندكم كل المنطقه تشهد موجودين يعني شهود ويعرفون المنطقه هم المنطقه لموهم لحم خمسه ما ظل عندي كل احد يعني هذول ولادي وبعد عندي واحد الاخو هذا النوب هذا الاخ جته طلقه بالاخير هم برجله هسه يعني حتى معالجه ما حد يعالجه الطلقه برجله هسه موجود ما ظل عندي كل احد يعني وين اروح يعني لمن اشكي امري لا محافظ لا مسؤول لا احد يعني حتى مساعده ما عندي حتى مونا بالبيت ما كل شيء ماكو قاعد ببيت اخوي هسه هيك قاعد بس مؤقت وهذا البيت قاعد اشتغل بيه انا ايش اسوي وين اروح ما عندي كل احد يعني عندي بعد طفل الاخر اربع ولاد ظلينا احنا وثلاثه ولاد اخوي تام اربعه ذولا ثمانيه صاروا بس اللي تام ثمانيه يعني يخبزون على التنور ما اعرف صاروخ حراري ما اعرف جانا من جهه التامين يعني بعد حتى المنطقه ما محرره بعد الجيش ما جاء احنا بعد هاي منطقه الجو بعد ما محرره قاعدين بالبيت يعني ما عندنا شيء جانا من هاي الجهه هذا كان هنا حيطع يخبزون على التنور خمسه لحم قطعهم لحم فد مره لحم يعني لميتهم بالبطانيه موجودين المنطقه هم اللي لموهم احنا دواعش هم اللي قتلونا هم اللي قتلونا وانا خمسه راحوا لي هذا شنو سبب هذا ابني عريس بعد هم زوجته شهر ما قعدت عنده ايش سوي انا بالبيت ايش سويت يلا قولي لي يا اختي صاحبين اطفال وصاحبين خمسه راحوا له شنو السبب احد جزار احد جي بس اعلانات يسوون اعلانات الله وكيف هسه صدت ما انت جيتي لو ما انا قلت ليش تعال دحكي يا اختي طمش انت كمواطنه موصليه شو طالبين من الحكومه؟ اطالب من الحكومه خلي يجون يدجون على المناطق الفقاره خلي يدحكون ما يبي رس على الاطفال تمرضت والله العز جت لجنه على صيتهم تصوير وكامل وراحوا بس نجيب لكم وفر لكم غاز وفر لكم مولده كل شيء ما سووا مساعدات كل شيء ماكو لحد الان متضررين دحكي عليهم متضررين اطلعي فتشي يا اختي اطلعي كذب الله بداله كل شيء ماكو الحكومة كل شيء ما خلي يجي محافظ خلي يجي مسؤول صغير خلي يجي دحق على هالمنطقة اطلع على قاعد دحق شاكل منظم المنطقة حي الكركوك لي يا أختي حي الأخال الأولى خلي يجون من يجي والله يزورون يطلعوا لي على الزهور يطلعوا لي على المنطقة الراقية والفقيرة ما حد يزورها حتى بالمساعدات لا غاز لا شيء أبد أنتوا أول ناس هنا طبعا. أنتوا أول ناس طبيتونا وتكشفتوا الحقيقة هاي الحقيقة شفتوها أنتوا بعيونكم اتجهتوا عليها إذا مشاهدينا كما تابعنا وإياكم مشاهد من قصف داعش والذي يستهدف المدنيين وضحايا يسقطون من جانب المدنيين في هذا الجانب الأيسر المحرر من مدينة الموصل
وسط استمرار جرائم داعش بحق هؤلاء المدنيين. مشاهدينا الكرام، الآن سننتقل وإياكم لنتابع معكم بقية المداخلات والاتصالات، ومعي الآن مداخلة من أبو محمد. أبو محمد أهلا بك. أهلا بك أخي، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك أبو محمد. أبو محمد، بداية كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم؟ والله الوضع تعبان شوي، المواد غالية، الناس عتنتظر الجيش العراقي والأكل ماكو، تنتظر بس يجون يتحررون، تأذت العالم، تأذت أذية كبيرة. طيب كيف هي أوضاع المواطنين في الجانب الأيمن في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل داعش؟ والله تعبانين، تعبانين إلى درجة، وينتظرون فرج الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي رسائلكم للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية للجانب الأيمن والمتوقع أن تنطلق خلال الأيام المقبلة؟ إن شاء الله نطمن الله، ينصر الجيش والحشد إن شاء الله، إن شاء الله ينصرهم إن شاء الله على داعش الكلاب اللي دمروا محافظة نينوى، هاي المحافظة أهل الغيرة الطيبة الرحمة الإنسانية، اجوا قتلوا، الله ينتقم من عندهم إن شاء الله. نعم. طيب أبو محمد، ما هي التوصيات التي يعني توجهها للقوات الأمنية، وما هي رسالتكم لهم وهم قادمون للجانب الأيمن؟ والله نتقدم، نساعدهم، نصير لهم سند معاهم إن شاء الله، والله السند من فوق، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يجعلها خفيفة، لأن الدواعش خايفين، الدواعش متهيئين للهروب، بس إحنا اللي نطلب بالقوات الأمن هسه بالجانب الأيسر أقربائنا عيبلغون على الدواعش، يروحون يومين ثلاثة ويطلعوهم، ودحق بجانب الأيمن الدواعش اللي عندهم فلوس بالقواني يقولون احنا بالدفاتر نطلع، هذه ما خوش حالة، هذه احنا طبن مسؤولين، يعني هاي السالفة يردون عليها، ما يخلوني داعش يطلع، خلي المسؤولين يعني يصرون عليها مثل قطعة النار، هذول جرب بعدين يأذون مرتلخ. يا أخي وصل المسؤولين من عن خبرون على داعش ليش يطلعوه؟ يطلع داعش يهدد المنطقة مالته، يقولوا ما احنا نعلمكم بعدين، احنا بفلوسنا نطلع، ما يصير هيك. طيب أبو محمد، ما هي رسالتك أنت التي توجهها الآن عبر قناة الموصلية حول هذا الموضوع؟ والله احنا نطمن الله، الله ينصركم ويسر عليكم، من القناة للجندي للكل مقاتل شريف قاتل من أجل محافظتنا ومن أجل العراق، الله ينصركم، الله يستر عليكم إن شاء الله، وممنون من عندك أخي. شكرا لك أبو محمد، كنت معي من الجانب الأيمن من الموصل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا الكرام، نعود ونتابع معكم ونستقبل بقية المداخلات حول أهم المواضيع التي جاءت في حلقتنا، وهي حول قصف داعش العشوائي لمناطق الجانب الأيسر من الموصل وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين. معنا اتصال آخر، خالد من سنجار. خالد أهلا بك. أهلا بك أخي العزيز، حياك الله. خالد، بداية كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم، وهل هنالك تعاون بين السكان مع القوات الأمنية؟ والله أخي العزيز الحمد لله الوضع زين، وبعد ما تحرر السنجار قسم من السنجار لحد الآن الوضع حيل زين الحمد لله عندنا، بس مشكلتنا أخي العزيز يعني مثل ما أقول لك، هاي على أخ أبو محمد قبل شوية كان أحكي معاكم، هاي كل حد شو صحيح، لأن أسع كثيرين قاعد يطلعون بفلوس، هاي خلايا النايمة. نعم. يعني أسعن كثير أنا أعرف خلايا النايمة اللي مسح اسمه من الحاسبة بفلوس، اللي عاد يطلع بفلوس، أسع المناطق المحررة جنب الأيسر بي أسماء، بعض أسماء أنطيكم وأنطيكم أدلة عليهم بمية بالمية موجودين، هم دواعش طالعين متحررين أسماء مواد الحاسبة. نعم. طيب هل توجد خلايا نائمة وعناصر من داعش في منطقتكم، وهل قمتم بالإبلاغ عنهم؟ أخي العزيز منطقتنا حاليا سنجار ما بيها،
منطقتنا ما بيها، لان احنا حيل متعاونين مع قوات امنيه بسنجار ما بيها. بس انا احكي لك على الموصل جنب الايسر، احكي لك على المناطق المتحرره بالموصل، لان انا عندي معلومات قسم من الحكومه قاعد تشتغل بفلوس تطلع الدواعش، بفلوس يطلعونهم يهربونهم. عندي يعني كثير دزيت على انترنت على القوات الامنيه، انطيت اسماء ما يفيد، لان اذا يشتغلون بفلوس ما يفيد. هي الحكومه يعني المفروض الحكومه يعني تتابع هذا الشيء. هسه انا اعطيكم اسماء، عندي ادله 100%، بس اريد يعني قائد عسكري مسؤول يعني اتصل به اروح اواجهه يطلع حكي ما مضبوط، انا اتحاسب على هذا الشيء كله. بس يا اخي اريد يسوون فعل، اريد يسوون فعل. نعم خالد، يعني سيتم التواصل واخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. الان برايك ما هو الحل الامثل؟ نعم تفضل اخ العزيز. يعني مقصدي هو اني اريد بس اتصال مع قائد الشرطه، مع مسؤول، يعني من اتصل معه انطي معلومات اكيده 100%، وتجي معلومات حاليا من الجانب الايمن. شخص يتصل معه منك ينطي المعلومات، خلايا النايمة اسماء حقيقية ينطي. يعني اكو كثيرين متحررين والله يضحك، واحد خرب الموصل ما نذكر اسمه، دمر الموصل بعد الدواعش، يعمل عزيمات، ولده قيادين داعش، ابسط شيء عنده شو يقول؟ يضحك ابن اخوي يقول تحرر ثاني ما طلع اسمي بالحاسبة، يضحك عمه يقول نعم احنا مسحنا اسمك من الحاسبة واسماءكم كلها ما مسحها. باربع دفاتر منطي يمسح اسماءكم، اربع منطي اطلع خارج بين على التركية طلعوني تهريب. نعم من محور عفر. سيتم التواصل معك يا خالد ورقمك موجود، يعني وسيتم التصرف. يتم اطفال ويدمروا، يعني حتى الله ما يقبله. انا من الناس متضرر من قضاء سنجار. طيب ما هو الحل الامثل برايكم للحفاظ على الامن والاستقرار في الاحياء السكنيه المحرره؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به السكان لدعم جهود الأمن؟ والله أخي المفروض يعني هم المواطنين يتعاونون مع القوات الأمنية، يعني شكوى عسى عني أخوي مثلا أعرفه يمشي بطريقة عوجة أقول أخوي معه، ما بيش ما غبي عليه، لأن هذا دمرنا، دمر العراق. نعم فلازم يتعاونوا مع القوات الأمنية. طيب أشكرك جزيلاً. المطلوب يعني من القوات الأمنية يريد يعني شوي يعني أعطي معلومات أكيدة 100%، يعني إن شاء الله إن شاء الله خالد سيتم التواصل معك. أسماء موجودين هاي العناصر الخلايا النائمة. أشكرك خالد على هذا الاتصال، كنت معي من سنجار، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، التعاون مع القوات الأمنية وهو أبرز المطلوب في هذه المرحلة للتخلص من خلايا داعش النائمة وللتخلص من إرهاب داعش المستمر بقصف المدنيين. وكما تابعنا فانتهاكات داعش مستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، أيضا استمرار معاناة أهل الجانب الأيمن ومطالبات للإسراع بتحريرهم من بطش داعش. معي مداخلة أخرى من أم محمد من كربلاء. أم محمد أهلا بك. أم محمد هل تسمعيني الآن؟ أم محمد يبدو أن أم محمد ليست جاهزة للاتصال معنا الآن. مشاهدينا الكرام سننتظر ريثما يتجهز لنا اتصال أو مداخلة أخرى. مشاهدينا الكرام، وكما ذكرنا لكم فإن الموصلية توثق انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وأيضا تابعنا جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في منطقة المجموعة الثقافية. كما تابعنا أيضا مشاهدينا الكرام الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والساحل الأيسر. كذلك تابعنا مشاهدينا الكرام لقاء مع عائلة استشهد 5 من أفرادها بقصف عشوائي لتنظيم داعش. ومشاهدينا الكرام الموضوع متواصل حول انتهاكات داعش وقصفه الجانب الأيسر، والمداخلات عبر الرقم الموجود على شاشتنا. إذا مشاهدينا الكرام نعود ونتابع معكم وننتظر بقية المداخلات لتسليط الضوء حول هذا الموضوع، حول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين.
ومعي الآن مداخلة من أبو فراس من بغداد. أبو فراس أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أبو فراس. الحديث يجري حول الوضع الأمني في الموصل، ونحن نتحدث عن الخلايا النائمة وعناصر تنظيم داعش. برأيك كيف يتم التبليغ عنهم وإنهاء هذه المشكلة في الجانب الأيسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أحيي الأستاذ غازي فيصل لوقوفه هو والقناة الموصلية الكريمة اللي نقلت لنا الأحداث أول بأول ومباشر. وكذلك أحيي مكافحة الإرهاب وجيش العراقي والحشد الشعبي وكل من ساهم بتحرير هاي المدينة الطاهرة. نعم. اللي تأذت وعدوا عليها هواية هواية. أخي العزيز، بالنسبة للخلايا النائمة، خلايا نائمة نعم موجودة، وأني من أهل الموصل، مهجر سنتين ونص، وأني يعني أتوقع أنه أني حاكي وياك برامج سابقة. نعم. أتوقع تتذكرني. نعم نعم بالطبع. نعم. بالنسبة لهسة الموصل بعد المفروض ما يبقى أي خوف، أي نهائيا أي خوف، لأنه بعد هي هاي الحاسمة، لا خلايا نائمة ولا خلايا نائمة. لو يكون أخي، لو يكون أخوي أني أبلغ عليه، لو يكون ابني أبلغ عليه، وإلا ما تصفى الموصل. نعم بالطبع. طيب أبو فراس، بالنسبة للتوصيات التي توجهونها للسكان المتواجدين في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن أثناء المعارك المقبلة. أخي العزيز، مثل ما رب العالمين بعزته وجلاله سهل الساحل الأيسر بدماء طاهرة تنظفت من هالجرذان، الساحل الأيمن أدعو لهم أنه بسم الله الرحمن الرحيم وتكاتفوا. يا أخي التبليغ، الخوف ما بقى شيء، هم قلال، أعداد قليلة. نعم. أعداد قليلة، يبقون يتكاتفون ببيوتهم لا يطلعون، يقولون طلعوا لا يطلعون، خلي يعيش صمود صمود، مكاتفة يد بيد، ويندحرون بمشيئة رب العالمين بخلال أيام إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب أبو فراس، ما هو الحل الأمثل برأيكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء المحررة، والدور الذي يجب أن يقوم به السكان لدعم الجهود الأمنية؟ أخي العزيز، سد الثغرات سهل نينوى، سهل نينوى، سهل نينوى، المفروض يحاط بقوة أمنية كبيرة. اثنين، الشرطة المحلية أبناء الموصل الأبطال، مو يعني شو أقول لك، يعني ما المفروض دعم، دعم إلهم، دعم قوي، دعم قوي إلهم، سناد قوي إلهم، هم يمسكون الأرض. نعم. يعني بعد ما يطلع الجيش، تطلع مكافحة الإرهاب، المفروض قوة، قوة ضاربة، يعني ما تعرف، ما تعرف إلا الحق بوجه كائن من يكون، تصمد الحكومة المحلية، أوجه لها توجيه الحكومة المحلية أن ينتبهون المناطق الفقيرة. أخي يروحون المناطق المحررة الفقيرة، يعني مدى يوصلوا لها، أقول أنباوعهم للتلفزيون، سيدتي الجميلة، الزهور، حي القادسية، حي المهندسين. أخي أكو مناطق هواية فقيرة واقع من القاع، واقع من القاع. أخي المفروض يروحون عليهم يشوفوا متطلباتهم بهالضيم بهالبرد بهالشي، يعني بعد شو أقول لك، أنت أفهم بعد وهم أفهم دي يسمعوني. نعم. طيب أبو فراس، بالنسبة برأيك كيف هي أوضاع المدنيين في الجانب الأيمن في الموصل في ظل الحصار المفروض عليهم؟ أكيد أكيد أخي العزيز، مثل ما عانى الجانب الأيسر ديعاني الجانب الأيمن، وهذا احنا يعني متوقعين له هذا الشيء. فأني أوصيهم بالصبر، الاستعانة بالصبر. نعم. الاستعانة بالصبر وما بقى شيء، الاستعانة بالصبر وإن شاء الله، إن شاء الله النصر القريب بستر رب العالمين وبزود عبد الوهاب الساعدي ونجم الجبوري والحشد الشعبي، هذول الأبطال وكافة القادة اللي تفض النظر يعني أسماهم ما حافظها. نعم. هذول الأبطال هم هذول من أهل الجنوب، أهل الوسط، هذول هم الأبطال اللي يضحون بدمائهم في سبيل تحرير هاي المدينة الطاهرة. طيب أبو فراس، ما هي رسالتك للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية المنتظرة للجانب الأيمن من الموصل؟ والله أخي أكو مثل عندنا يقول لك سيف المجرب لا تخاف منه،
سيف المجرب لا تخاف منه، احنا شفنا معاملتهم ويا الجانب الايسر. صلوات على محمد وآل محمد، ناس طيبين خيرين انسانيين بمعنى الكلمه قبل القتال. احنا نشوفهم هم يعالجون المصابين المدنيين، فكيف يعني راح يتصرفون بالايمن؟ فاتوقع الافضل والاحسن راح يتصرفون ويا جانب الايمن. أشكرك أبو فراس على هذه المداخلة، كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كما استمعنا حول سبل التعاون مع القوات الأمنية في الخلايا النائمة والإبلاغ عنها سواء كانوا أقرباء أو غير ذلك، وهي من المفروض أن تكون في هذه الحال يعني من أهم ما يجب فعله لتطهير الموصل من خلايا داعش. إذا مشاهدينا مستمرون معكم حول هذا الموضوع ومعي مداخلة، معي علي من الجانب الأيمن من الموصل. علي أهلا بك بداية، كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم؟ والله وضع الأمني مو زين. طيب كيف تصف وضع الجانب الأيمن اقتصاديا أمنيا معيشيا في هذه الأيام الصعبة؟ والله حال صفر. طيب هل ممكن أن تعطينا بعض النماذج، بعض تصف لنا الوضع هناك؟ يعني وضع سيء سيء بشكل، يعني الوضع الاقتصادي، يعني وضع الماء الكهرباء الغذاء. ماء وكهرباء، مي وكهرباء ماكو. طيب مي وكهرباء ماكو وقصف. طيب بالنسبة لتعامل داعش مع الأهالي، كيف هو تعامل هذه الأيام؟ يعني تعاملهم سيء بشكل، واغتيالات عشوائية. يعني ما بيجون يأخذون الفلوس من العالم، يأخذون الشباب بالغصب يعني. طيب أنت هل يعني هل تواجههم أنت حالياً؟ هل ترى ما يفعلون أم أنك لا تشاهد شيء؟ لا شان ما أشوفهم، يعني بعيد عنهم. طيب كيف تدبرون الحياة اليومية؟ عايشين العالم يعني على الموجود اللي عندهم بالبيت يقدرين عايشين به. طيب مطالبك للقوات الأمنية؟ عندي شكوى يعني المسؤولين يسمعون بيها. تفضل. يعني من ضمنهم أنا مقدم تعيين يعني ثلاثة مقدم للشرطة والجيش حتى نحرر مناطقنا. ما حد يقبلنا ولا حد يعني يسمع كلامنا. نعم. طيب القوات الأمنية المتوقع تعطي معلومات للجيش والشرطة على مجموعات إرهابية ما يطلع منها. يعني كيف يعني هل يتم تجاهل معلوماتكم؟ يأخذون المعلومات بس ما بلا فائدة، يعني حتى إذا يلزمون يطلعون. ولينطل معلومات ينكتل مكانهم. نعم. طيب يعني طيب. احنا المسؤولين يعني تراعي اهل الموصل. طيب الان ابو اخ علي، نحن نتحدث عن الفتره الحاليه بعد تطهير الجانب الايسر، هل لا تزال هذه الممارسات مستمره حتى الان؟ مستمره لحد الان. يعني هل لا يزال هذا التجاهل للمعلومات موجود؟ موجود، لا زال موجود. يعني تعطي معلومات يقول لك منتظر لما يطب الايمن ويصير خير وشغلات، يعني كلها بس وعود. والمخيمات هسه حاليا مخيمات الخازر، ثلاث ارباع المخيمات الخازر بها دواعش وما طابين بغير اسامي. يعني الان علي نحن نتحدث عن الجانب الايسر الاهم وهو الذي تحرر، يعني العمليات الأمنية تكون في الجانب الأيسر أكثر لتطهيره من الخلايا النائمة. الجانب الأيمن الكل يعلم أنه تحت سيطرة داعش بالكامل، وهذا موضوع عسكري بحت. ننطي معلومات للأيسر، موجودة بالأيسر أكو مجموعات وأسامي موثقة يعني، بس هم ما حد يروح عليهم ولا حد يصليهم. إذن طيب برأيك يعني هل أنت مثلا يمكن أن تحدثني عن شيء معين؟ هل أبلغت عن أشخاص والأشخاص موجودين الآن في بيوتهم آمنين مستقرين؟ موجودين لا زال في مناطق حي السكر وحي الحدبة وكثير مناطق موجودين لحد الآن موجودين. والمعلومات التي قدمتها مؤكدة؟ مؤكدة، وعطيتها للجيش وعطيتها للشرطة الاتحادية وبلا فائدة.
إذن هذه الرسالة أتمنى أن تكون أيضا وصلت للقوات الأمنية وتكون وصلت إن شاء الله. أخ علي، وأشكرك على هذا التعاون، وأشكر جميع أهالي الجانب الأيمن والأيسر، جميع أهالي الموصل على هذه الروح الوطنية الموجودة لديهم. إذن شكرا لك أخ علي. الآن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع وحول هذه المعلومات، والتي كما نعلم الآن متصلان تحدثا حول نفس الموضوع، موضوع التراخي حول المعلومات المقدمة، وهذا أنا بدوري أحيله للقوات الأمنية المسؤولة عن هذا الموضوع وعن هذا الملف، وحتى أهالي، يعني نحن ينبغي أن نشجع أهالي الموصل وأهالي الجانب الأيمن والأيسر، وهم يقومون بعملهم على أكمل وجه بالإبلاغ عن هذه الخلايا، ولكن يجب أن يشعروا بالأمن والأمان أولا. معي الآن محمد من دهوك. محمد عليكم. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك محمد، أنت معي الآن على الهواء. محمد، أنت تحدثني من دهوك، أنت هل أنت من الموصل؟ نعم أستاذي العزيزاني، من الموصل من الجانب الأيمن. حاليا أستعاني بدهوك نازح. طيب، بالنسبة للجانب الأيمن، ما هي معلوماتك حول الوضع في الجانب الأيمن الآن؟ والله الوضع حيل يعني وضع صعب، ويعني أزمة عليهم المية الكهرب والوجبات الغذائية، يعني باليوم يعني مرة واحدة يتغدون ماكو أي وجبات غذائية. طيب، الآن بالنسبة لوضع داعش هنالك، كيف يمكن أن يكون وضعه، الانتشار، الأمن، معاملة السكان؟ والله الصراحة داعش منكسر حاليا يعني بجانب الأيمن، وماكو يعني أي تقدمات عليهم حسب يعني الأقوال المواطنين في الجانب الأيمن. طيب، ما هو برأيك كيف يمكن للأهالي أن يتعاونوا مع القوات الأمنية بتنظيف مناطقهم من تنظيم داعش والإسراع بالتحرير؟ والله أتمنى من القوى، من المواطنين، الوقوف مع القوات الأمنية والوقوف ضد داعش للتمكن من التحرير بأسرع وقت ممكن، وذلك مثل ما قامت القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب بتحرير الجانب الأيسر في كل سهولة. طيب، ما هي رسالتكم للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية للجانب الأيمن، والمتوقع أن تنطلق خلال أيام؟ نعم، أنا أشكر القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وعلى رأسهم عبد الغني الأسدي القائد العزيز والساعدي، وأتمنى أن يدخلوا إلى الجانب الأيمن بكل سهولة مثل ما قاموا بتحرير الجانب الأيسر، وأتمنى لهم كل الموفقية والتقدم إن شاء الله. نعم. طيب، ما هي التوصيات التي توجهها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ نعم، أتمنى على السكان المتواجدين في الجانب الأيمن الوقوف مع جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والصمود، لأن التحرير قادما في وقت مبكر إن شاء الله. طيب، برأيك الآن تنظيم داعش وهو يقوم بقصف الأحياء السكنية بالجانب الأيسر، حول هذا الموضوع برأيك كيف يمكن أن نرد على أو يرد الأهالي والقوات الأمنية على هذا الموضوع؟ نعم، داعش يقوم بقصف الجانب الأيسر، ذلك بسبب الخسارة الذي خسرها في الجانب الأيسر. وأنا أقول للقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب التقدم بأسرع وقت، وذلك من أجل المواطنين الموجودين في الجانب الأيمن. نعم، أشكرك أخي علي على هذا الاتصال، كنت معي من دهوك، شكرا جزيلا لك وللمشاهدين المتابعين معنا إلى الآن. إذا مشاهدينا الكرام، لا نزال نستمع أيضا إلى مداخلات تتحدث عن موضوع التعاون مع القوات الأمنية وتطهير الجانب الأيسر، وحول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وحول محاور البرنامج وهي استمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل ومطالبات بالإسراع بتحريرهم من داعش.
إذا مشاهدينا الكرام أبرز هذه المواضيع والتي تم استعراضها أيضا وشاهدنا معا، أولا توثيق انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وأيضا تابعنا جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في المجموعة الثقافية، كما تابعنا أيضا الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والساحل الأيسر. معي الآن اتصال آخر من زيد من دهوك. زيد أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك زيد. زيد أنت من أي منطقة من الموصل؟ أخي أنا من الجانب الأيمن نازح بدهوك. أهلا بك زيد. طيب زيد الحديث، كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم في الجانب الأيمن الآن؟ والله يا أخي مأساة، الناس ماتت من الجوع، دمرت العالم، ونطالب بالقوات الأمنية أن تستعجل عليهم، والله الناس تدمرت يا أخويا. طيب زيد، ما هو الحل الأمثل برأيكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء السكنية المحررة؟ يا أخي لازم تعاون من المواطنين، لأن هم شافوا الظلم وشافوا الظلم، يعني نطلب من المواطنين المحررين بأنه أن يتعاونوا مع المواطنين، يعني القوات الأمنية، ويشوفون أي زلة من هذول الدواعش الكفار قبل يبلغون عليهم. نعم. لأن ما هذا الخوف بعد، هذولا دمروا العالم، هذولا كفار، هذولا حتى الله بريء منهم. طيب زيد، كيف تصف لنا أوضاع الجانب الأيمن بشكل عام، أوضاع المدنيين هناك؟ والله جانب الأيمن تعبوا، حتى الأطفال السهتة أهلي خبروني من غادي، أهلي بعد ما متحررين أنا. يقولون طيب. الحليب بدل الحليب طحين، ما يخلوه بالماء يشربوا الأطفال. مأساة أخويا، نطلب من القوات الأمنية أن تستعجل عليهم، يعني نرجو من السعادة أن يتحرك بسرعة وقت على جانب الأيمن، تعبت الناس أخويا. نعم. طيب ما هي رسالتك للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية المتوقعة؟ أحيي عبد الوهاب السعدي وأحيي القادة الأمنيين كلهم، هذول أشراف، هذول حليبهم طاهر، جو من الجنوب يقاتلون هذول الكفار، ونسأل الله أن يثبتهم ويقاتلون هذول الخنازير الدواعش. كلهم دين بادون، بس الرادة صبر أخويا. نعم نعم. طيب ما هي التوصيات التي توجهها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ والله قول للجانب الأيمن الأهلي كافة وأهل الموصل، أصبروا مثل ما تحرر جانب ليسر بالكامل تتحررون، وما راح يظل داعش على أرض العراق، كلهم راح ينداسون بإذن الله، كلهم راح ينداسون هذول الخنازير اللي نعم. جونا باسم الدين ويدعون بأنهم مسلمين وما الله بريء منهم من فوق، والرسول هسه إذا الله حياة كلهم دي يقتلهم لذول الخنازير. نعم، أشكرك زيد على هذه المداخلة، كنت معي من دهوك، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام الآن وبعد أن أخذنا هذه المداخلات والتي تأتي حول المحاور الأساسية، قبل أن نذهب إلى فاصل نذكركم بأهم المحاور، وهي انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية بالجانب الأيسر واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن ومطالبات للإسراع بتحريرهم. مشاهدينا نذهب إلى فاصل نعود إليكم بعده، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن محاور البرنامج وحول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن ومطالبات للإسراع بتحريرهم من بطش تنظيم داعش. مشاهدينا الكرام أيضا تابعنا وإياكم التوثيق لانتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، وكما تابعنا أيضا جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في منطقة المجموعة الثقافية، وشاهدنا ثالثا الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والساحل الأيسر. معنا مداخلة أخرى من أبي مصطفى.
السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك ابو مصطفى. اخي شلونكم احوالكم ان شاء الله بخير؟ اهلا بك ابو مصطفى، الحمد لله، نتمنى ان تكونوا جميعا انتم ايضا بخير. ابو مصطفى انت من اين تكلمني الان؟ انا من دهوك. من دهوك، حياك الله. طب ابو مصطفى هل انت من اهل الموصل؟ نعم من اهل الموصل. ابو مصطفى الوضع الامني في منطقتكم كيف يبدو الان؟ والله من جانب الايسر والحمد لله يعني حررنا بس انا نتمنى على اهل الموصل نفسهم يعني قبل تقريبا قبل كم مداخله الاخ خالد من سنجار اعتقد نعم ذكر موضوع يعني حيل 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 يعني اعجبني موضوعه انه يعني لازم الناس يعاونوا مع يعني الاجهزه الامنيه وبنفس الوقت لما يكون الاجهزه الامنيه مين يعني يكون يحافظون على هالموضوع هذا يعني احنا ما شخص ينطي معلومه انه داك وداعش فلان يهتمون بها نعم نعم يعني ما يجوز ما ممكن انه بالفعل هذه الرسائل تم توجيهها وذكرها من اشخاص عده وستكون وصلت الى القوات الامنيه التي تتابع هذا الموضوع. طيب الان اخ خالد، الخلايا النائمه من عناصر تنظيم داعش في الجانب الايسر، الاتصال انقطع مع الأخ خالد. مشاهدينا الكرام، إذن الحديث مستمر حول الخلايا النائمة لتنظيم داعش والتي يستمر الإبلاغ عنها ويطلب من المواطنين الإبلاغ عنها لإنهاء هذا الموضوع وإنقاذ الجانب الأيسر من تنظيم داعش. إذا مشاهدينا الكرام، محاور البرنامج التي يدور الحديث حولها وهي استهداف داعش وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين بقصفه المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، أيضا نتابع معا استمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن ومطالباتهم بالإسراع بتحريرهم من قبل القوات الأمنية. إذا مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع وما تابعناه أيضا من توثيق الموصلية لانتهاكات تنظيم داعش وقصفه للأحياء السكنية، تابعناه مع المتصلين والمداخلات التي جاءتنا. معي الآن اتصال آخر من أبو علي. السلام عليكم. أبو علي أهلا بك. وعليكم السلام. مرحبا أستاذ. أهلا بك أبو علي، أرحب بك في برنامج استوديو الموصلية، الحديث حول انتهاكات تنظيم داعش. أبو علي، أنت تحدثني من دهوك، من أي منطقة من الموصل؟ أنا من كركوك. من كركوك، طيب أنت من أي منطقة من الموصل؟ أنا من الرشيدية. أهلا وسهلا بك. طيب صف لي الوضع الأمني في منطقتكم الآن. أستاذ إحنا بس بخصوص المطلوبين هيطلعون خارج الموصل. يعني بعد هذا البعث اللي بادلونا هي والضيمة شوفنا إياه بعد هذا السنين هم يطلعون. نعم. يعني إحنا نطلب من جهات الأمنية بارك الله فيهم وما قصروا الشهداء اللي انطوهم بس نريد الدواعش يحاسبوهم محاسبة عسيرة. طيب يعني أنت تتحدث الآن عن أشخاص يخرجون، يعني هل شاهدت هذا بعينك؟ والله هذا نحن نسمعه على الفيس ولكن أنا بعيني ما شفت، أنا أي شخص أشوفه أبلغ عنه. طيب هل تعلم أسماء؟ هل لديك أسماء؟ يعني هل لديك أسماء محددة موجودة؟ يعني لأن الموضوع يحتاج إلى الدقة في هذا الموضوع، ليس الإشاعات فقط. والله هي الإشاعات اللي لو ما أكو شيء ما تطلع إشاعات أستاذ. أكيد يعني. هو الإشاعات في كل موضوع هنالك إشاعات وهنالك صحيح، لكن المعلومة المؤكدة هي ما تنفي الإشاعة. فعندما يكون لدينا معلومات مؤكدة فورا من الواجب أن نستمع إليها ومن الواجب أن تبلغ عنها. أي داعش داخل المدينة يبلغ عليه، لأن احنا طلعنا خارج المدينة ناس مطلوبين من زمان، طلعنا صار لنا 3 سنين. نعم. يعني هذه الحالات يجب أن يبلغ عنها بالأسامي حتى يعلم مثلا هذا الشخص سواء إن كان هرب من الذي تعاون معه أو إن كان موجود يتم القبض عليه. وتحياتي إلى كل القوات الأمنية وبارك الله بهم والله ينصرهم. نعم. نعم جميعا. أبو علي أشكرك، كنت معي من كركوك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا لكم فالموضوع موضوع الإبلاغ عن الأشخاص المطلوبين، موضوع يجب أن يتأكد منه الشخص أولا، حينما تكون معلومات مؤكدة يعني لا مانع أن يبلغ عنها فورا القوات الأمنية الجهات المختصة حتى أن يذكر أسماءهم
فهذا الموضوع أولا وآخرا يهم أهالي الموصل، وهذا واجبنا جميعا التعاون فيه لبسط الأمن والاستقرار في مدينة الموصل. إذا مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في استديو الموصلية حول انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، والمحور الآخر حول استمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل ومطالبات الإسراع بتحريرهم من بطش داعش. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام أيضا توثيق الانتهاكات بقصف داعش للأحياء السكنية من الجانب الأيسر، وتابعنا أيضا لقاء مع العائلة التي فقدت 5 شهداء في هذا القصف، وسنكمل معكم بقية هذه الفقرات مشاهدينا الكرام، ريثما نعود إليكم بعد فاصل، فابقوا معنا. دور السيارة. بالك وين وقع هذا الهاوي؟ على بيت منو هذا؟ حرم بيت منو؟ والله ما اعرف وين بعد منو مصور؟ وين؟ ما اعرف هسه شو وين ناخذه؟ عد رجليها عد رجليها تعال مقابل واحد هنا تعال وينه تعال انزل يلا عاونوه عاونوه يلا 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 أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نعود إليكم لنكمل باقية فقرات هذا البرنامج حول موضوع الوضع الأمني في داخل مدينة الموصل وفي الجانب الأيسر، وحول موضوع انتهاكات داعش وقصفه المناطق المدنية في الجانب الأيسر من الموصل انطلاقا من الجانب الأيمن. الآن مشاهدينا الكرام سنكمل معكم بقية المداخلات ومناقشة هذه المواضيع، والآن نستضيف باتصال هاتفي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد في جهاز مكافحة الإرهاب. سيد عبد الوهاب حياكم الله بداية وشكر الله جهودكم وتحية لكم. السلام عليكم وعلى مشاهدكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عبد الوهاب، بداية كيف تصف لنا الوضع الأمني في أحياء الجانب الأيسر من الموصل بعد تحريرها؟ يعني الحياة الطبيعية بالساحل الأيسر، الناس عادت إلى طبيعتهم، الأسواق موجودة،
الحركة عادية موجودة مطهرة بالنسبة لقطاعات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية أيضا موجودة من القاطع والأمور طبيعية جدا. طيب سيد عبد الوهاب، تقييمكم لتعاون أهالي المناطق المحررة مع القوات الأمنية في تقديم المعلومات حول الخلايا النائمة من عناصر داعش، كيف تصف هذا الوضع؟ بالتأكيد هناك تم تشكيل خلية من الاستخبارات من كل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى قاعدة البيانات والسجلات اللي تم العثور عليها في المقرات، بالإضافة إلى المدنيين اللي هو عامل أو المصدر المهم لإلقاء القبض على كل الخلايا النائمة المتواجدة في الساحل العشري. نعم. طيب سيد عبد الوهاب، سمعنا عدد من المداخلات من المواطنين يتحدثون عن إدلائهم بمعلومات حول عناصر وأشخاص منتمين لداعش، ولا يتم التعامل مع هذه مع هؤلاء الأشخاص أو ربما حتى يتم هربهم بسهولة. نعم، هسه موجود الخلية المشتركة بكل تفاصيلها، وهي اللي قاعد تشتر على كل المناطق المحررة، شكل المجاميع وتشتر على كل المناطق المحررة. المعلومات هي هناك مكاتب الاستخبارات تفتح لكل الأجهزة الأمنية وبإمكان المدنيين أن يتواصلوا معها. طيب الآن سيد عبد الوهاب، الانتهاكات المستمرة لداعش بقصف الجانب الأيسر انطلاقا من الجانب الأيمن، كيف سيتم تعاملكم مع هذه الحالات المتكررة وسقوط شهداء؟ يعني في بعض الأحيان قد يستخدمون المعاونات لقصف بعض الأحياء اللي قريبة من البحر، لكنه أيضا هذه تم رصدها وتم معالجة الكثير من الهاونات من خلال الطائرات. نعم. وعملية الاستطلاع والرصد مستمرة، لكنه في بعض الأحيان قد تسوء الأحوال الجوية يستغلها داعش في قصف المدنيين. نعم. طيب سيد عبد الوهاب، هل سيكون لجهاز مكافحة الإرهاب دور أساسي في عمليات الجانب الأيمن كما حصل في الأيسر، وخصوصا أن الطبيعة الجغرافية لأحيائه تتميز بالكثافة والضيق؟ هذه كل الامور ماخوذه بنظر الاعتبار من قبل قياده العمليات المشتركه عند التخطيط لعمليه الساحل الايمن. بالتاكيد سنشترك مع قطاعات الشرطه الاتحاديه والجيش لتطهير الساحل الايمن. طيب ما هي تقديراتكم لاعداد عناصر داعش في الجانب الايمن الان؟ يعني لدينا معلومات من خلال الاستخبارات والاستطلاع، لكن ما هو تعرف هذه معلومات عسكرية يعني لا يمكن بها للإعلام. طيب نحن نسمع العقيد المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان يتوقع حدوث معركة عنيفة في الجانب الأيمن من الموصل، بالنسبة لكم أنتم على أرض المعركة ما هي توقعاتكم لهذه المعركة؟ يعني احنا كعسكر نحسب الى كل الاحتمالات، لكنه ضوء المعطيات اللي موجوده على الارض داعش خسر معركه الكبرى وهي معركه الساحل الايسر، تم قتل الالاف من المقاتلين، تم قتل العشرات من القاده، تم تدمير كل المعامل، تم السيطره على كل المخازن والمقرات، يعني الدواعش منهارين، معنوياتهم مكسوره، فكل هذه العوامل هي الصب بصالح قطاعاتنا اللي معنوياتها عاليه وتسليحها متكامل. نعم، يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب. مشاهدينا الكرام، استمعنا وإياكم خلال هذا الاتصال إلى عدد من المعلومات وتابعتم معنا الأسئلة التي كانت للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وأولا حول موضوع الإبلاغ عن عناصر داعش وأن هنالك يعني هيئة تتم التعامل معها ويتم إيصال المعلومات إليها وهي المسؤولة عن الدواعش وعن القبض عليهم. ثانيا بالنسبة لموضوع المشاركة في عملية الجانب الأيمن، فهذه العمليات وأوضاع الجانب الأيمن وكثافة السكانية وضيق الشوارع والمناطق، هذه كلها مأخوذة بعين الاعتبار وخصوصا لجهاز مكافحة الإرهاب المتخصص في هذه المعارك والذي سيكون له دور في هذه المعركة. وكما تابعنا حول عدد عناصر داعش لم نتلقى إجابة، حيث أن هذه المعلومات تبقى عسكرية كما صرح
القائد في جهاز مكافحة الإرهاب. أما بالنسبة لموضوع المعركة فطبيعة المعركة مفتوحة على كل الأبواب وكل التوقعات. مع اتصال آخر من خليل من سويسرا. خليل أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خليل. أنت تكلم الآن من سويسرا. أنت من أي منطقة؟ أنا من منطقة من العاصمة بيرن منطقة تون. أهلا وسهلا بك. طيب خليل بما أنك تتابعنا وتتابع برنامجنا الآن ما هو تعليقك وما هي كلمتك؟ والله أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا بالموصل هذا الكرب العظيم، أن يحفظ مدينتنا أم الربيعين الجميلة الحدباء. أنا لا أستطيع الكلام كثير لأني سريع البكاء على هذه المدينة الجميلة حقيقة. هذه العواطف والأحاسيس التي يمتلكها جميعنا. طيب أخي خليل، الآن لنتحدث وأنت تتحدث من سويسرا وتشعر بأهلك في الموصل وفي العراق، برأيك ما هو المطلوب من أهالي الموصل، أهالي الجانب الأيسر والأيمن، لتطهير هذه المناطق من تنظيم داعش؟ هو الاتصال بالجيش وإعطاء المعلومات الجيدة عن هؤلاء الأنذال، هؤلاء الذين جاءوا لتدمير هذا البلد العظيم. أهم شيء الصبر. نعم. والدعاء إلى الله أن يفرج عنهم هذا الكرب، وإن شاء الله إن شاء الله مثل ما اتحرر الساحل الأيسر الساحل الأيمن يحرر إن شاء الله، لهذا الجيش العظيم أن يمد يد المساعدة ويد الرحمة لهذا الشعب الكريم. وأن لا أرجو من الشعب أن دائما يكون على اتصال مع هذا الجيش العظيم. نعم. أن يعطي كل المعلومات الجيدة في سبيل إنقاذ حالهم، إنقاذ هذا البلد العظيم. نعم. طيب خليل، ما هي رسالتك للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية المتوقعة في الجانب الأيمن خلال الأيام القادمة؟ والله أتمنى على الجيش العراقي القوات المسلحة، وأتمنى من الأخ عبد الوهاب الساعدي أن يسرع بتحرير الجانب الأيمن، لأن حسب ما أنا آتكم الكريمة أشوف الناس وظلم ظلم هذا الداعشي. نعم. فأرجو الإسراع بتحرير هذه الناس، وأرجو أن يمدونهم يد العون ويد طيب أن تبقى هاي الأيدي نظيفة. نعم. كما عودونا في الجانب الأيسر ما شفنا أي شيء من الجيش العراقي. ما شاء الله والحمد لله حرروا هذا الشعب الكريم، وإن شاء الله الجانب الأيسر يعود إلى أهله، وأتمنى لهم الموفقية والتقدم والسعادة لهذا الشعب يا ربي إن شاء الله. طيب خليل، ما هي التوصيات التي توجهها للسكان المتواجدين الآن في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ أهم شيء الجلوس في البيوت، وأهم شيء المساعدة فيما بينهم، هذا كثير مهم. والدعاء إلى الله بالإفراج عن هذا الشعب إن شاء الله. إن شاء أتمنى لهم حياة كريمة، ودائما أوصيهم المعلومات الدقيقة، لأن المعلومات الدقيقة مفيدة للجيش العراقي بإسراع تحريرهم. نعم. طيب خليل، الآن تنظيم داعش يقوم بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر، برأيك كيف يتم معالجة هذا الموضوع من قبل القوات الأمنية؟ والله أنا أعتقد يعني يكون الابتعاد أمكن، يعني المكانات البعيدة تكون أفضل مما تكون قريبة عن داعش. والحفاظ على المواطنين. نعم. آسف يعني من الهيجان والعواطف
نعم. يعني بصراحة. طيب خليل، خليل الآن القوات الأمنية وهي تنوي أو تدخلها المتوقع خلال الأيام المقبلة، ما هي رسالتك للقوات التي ستحرر الجانب الأيمن؟ أنا سبق وقلت أهم شيء اليد الرحومة على هذا الشعب، وأهم والأهم بإسراء بالإسراع على تحريرهم والمحافظة على المدنيين. نعم. لأن هاي الأمور كثير مهمة بالمعارك، وما بعد المعارك أيضا ما بعد التحرير يكون التعاون بين الشعب، الجميع أخوة يكونون على قلب واحد ويد وحدة بالبناء والتقدم، وإن شاء الله كل شيء راح يصير على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك خليل، كنت معي من سويسرا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام نستمع إلى مداخلات من كافة المناطق وكلها تصب في الموضوع الأساسي وهو التعاطف مع أهالي الجانب الأيمن من الموصل. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم للحديث حول محاور الحلقة وهي انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف المناطق السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، أيضا استمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن ومطالبات الإسراع بتحريرهم من بطش داعش. مشاهدينا الكرام قبل أن نكمل استقبال اتصالاتكم سنذهب إلى فاصل لنعود إليكم بعده لنكمل معكم بقية تفاصيل هذه الحلقة ونأخذ مداخلاتكم. إذن مشاهدينا الكرام الآن نذهب إلى فاصل نعود إليكم بعده، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن الحديث يتواصل حول انتهاكات داعش بحق المدنيين في الجانب الأيسر. شاهدنا معكم الموصلية وهي توثق انتهاكاتهم بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر وما تخلفه من أضرار. تابعنا أيضا معكم جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في منطقة المجموعة الثقافية. تابعنا أيضا كذلك مشاهدين الكرام الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والساحل الأيسر. معي الآن فؤاد من الأردن. مرحبا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك فؤاد في وحياك الله. أنت معي الآن على الهواء. فؤاد أنت تكلمنا من الأردن، أنت من أي منطقة من العراق؟ أنا من الموصل من حي العربي. حياك الله أخي فؤاد. الله محياك. نحن نتحدث الآن حول الانتهاكات من قبل داعش وقصفه الجانب الأيسر. صف لي كيف الوضع الأمني في منطقتكم حسب ما يردك من معلومات، وصف لي تعاون السكان مع القوات الأمنية. صدقني الوضع الأمني بحي العربي جيد جدا حسب ما يصلنا من أخبار، بس أرجو من المواطنين التعاون مع جهاز الأمن. نعم. يعني أكو مقولة لا يزعلون هذا الموصل. أكو مقولة وشعار يشيلونه وخلي يشيلونه من بالهم، محافظة أنش علي، هاي الكلمة أنش علي خلي يشيلوها، بس هاي لو يشيلوها كل شيء يصير بخير وما عندي غير شيء. نعم. طيب بحسب متابعتك هل توجد خلايا نائمة لداعش وعناصر من التنظيم في منطقة حي العربي؟ كيف تعامل أهالي هناك مع هذا الموضوع؟ صدقني المعلومات تجينا من هناك يعني جيدة، مو دا قلت لك جيدة جدا، بس لكن الخلايا النائمة يعني إذا واحد ابنه أو أبوه أو أخوه إذا كان داعشي ما يعرفوا بأنه كان داعشي؟ ما معقول يعني ما يعرفوا. المفروض هم يخبرون يعني أهل البلد، هم يعني يخبرون الجهات الأمنية بأنه فلان داعشي وفلان داعشي وفلان كان متعاون معاهم. يعني هاي كلها معلومات الشعب كلها يعرفها. ليش يغضون النظر عنها؟ ليش ما أكو عالم عتتأذى من وراء هذا السكوت مالتنا إحنا أهل الموصل؟ إحنا عن نسكت وعن نتأذى كثير، عن نتأذى من السكوت مالنا. داش قد تقولك هي كلمتين، هذه الكلمتين أناش علي خلي يشيلوها وبس، وكل شيء يصير خير. طيب وتحياتي لكم
وللأجهزة الأمنية البطلة اللي حررت مدينة نص مدينة الموصل، وإن شاء الله الجانب الأيمن عن قريب بعون الله. طيب ما هي رسالتك للقوات الأمنية خلال العمليات العسكرية للجانب الأيمن والمتوقع أن تنطلق خلال أيام؟ صدقني أنا إحنا كلتنا يعني ما بس أنا، الكل يطلب مني من رأفة بالمدنيين اللي ما عندهم شيء، لكن القسوة الشديدة باللي عندهم شيء، اللي يعني مع داعش وغير داعش، يعني أبد لا يرحموهم أبد نهائيا، لأنه هاي المدينة تدمرت من وراهم. نعم زين، يعني هاي المدينة مع الأسف تدمرت من ورا كم واحد حثالة ما يستاهلون أن يعيشون حتى لا بهالدنيا ولا بهذيك الدنيا. طيب فؤاد، ما هي التوصيات التي توجهها للسكان المتواجدين في الجانب الأيمن أثناء المعارك؟ والله التعاون مع الأجهزة الأمنية قبل كل شيء، والبقاء في بيوتهم أأمن من الخروج والبهدلة. يعني من يتعاون مع الأجهزة الأمنية يسهل أمر القوات الأمنية بكل شيء. نعم، أشكرك فؤاد على هذه المداخلة، كنت معي من الأردن، شكرا جزيلا لك وللسادة المتابعين. هذا مشاهدينا الكرام، كما سمعنا التعليقات والتي تدعو المواطنين جميعا للتعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن عناصر تنظيم داعش حتى يعم الأمن والاستقرار للجانب الأيسر قبل أن يصل تحرير الجانب الأيمن. إذا مشاهدينا، حول محاور هذه الحلقة وأهمها انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصف مناطقهم السكنية في الجانب الأيسر من الموصل، هذا هو محور الحديث الأول. معي لنا اتصال آخر، يبدو أن الاتصال انقطع بالمتصل. إذا مشاهدينا الكرام، انتهاكات داعش المستمرة بحق المدنيين بقصفها المناطق السكنية في الجانب الأيسر واستمرار معاناة أهالي الجانب الأيمن من الموصل ومطالبات بالإسراع بتحريرهم من بطش تنظيم داعش. شاهدتم مشاهدينا الكرام كما عرضنا لكم توثيق الموصلية لانتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر، وتابعنا أيضا جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عناصر من داعش في منطقة المجموعة الثقافية، وتابعنا أيضا الشرطة المجتمعية والجامعة المستنصرية تحتفل بتحرير جامعة الموصل والجانب الأيسر، كما شاهدنا أيضا مشاهدينا الكرام نتيجة قصف داعش وعائلة تفقد 5 من أفرادها، تابعناها أيضا في ما وثقته لكم كاميرا الموصلية. لمشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة وقد وصلنا إلى نهايتها الآن، كما تابعتم معنا الموضوع الأساسي فيها وهو تعاون الأهالي مع القوات الأمنية للتخلص من تنظيم داعش، الإبلاغ عن جميع المنتسبين، الإبلاغ عن الخلايا النائمة، الإبلاغ عن كل من يتعاون أو تعاون مع تنظيم داعش. معي الآن اتصال من أخ عمار من حي الزهراء. عمار، أهلا وسهلا بك. مرحبا أخويا. أهلا وسهلا بك يا عمار. أولا، كيف هو الوضع الأمني في منطقتكم الآن؟ والله الوضع أمان وماكو أحسن منه. طيب كيف تصف التعاون؟ كيف تصف تعاون الأهالي مع القوات الأمنية حول موضوع الدواعش والخلايا النائمة؟ التعاون موجود، بس أكو شيء واحد نريد الناس تسويه. أنا داوم بالقوات الأمنية. نعم. إحنا نريد الناس تنتقم منهم، لأن إحنا إذا مسينا واحد أو نريد نعدمه حقوق الإنسان تقلبها على رأسنا. نعم. زين، وهم جايين يذبحون بالناس وبالمنتسبين وبالمدنيين وماكو حقوق إنسان، يقولون هذول عائلين. بس إذا قوات أمنية عدمت واحد أو انتقمت من واحد إحنا نصير نعم مجرمين. حقيقة عمار، أنا أتفهم دوافع كلامك جيدا وأعلم أنها انتقام من هؤلاء الذين أجرموا بحق المدنيين، لكن حقيقة دائما الدواعش لهم دين ولهم أخلاق ونحن لنا دين وأخلاق. يعني نحن نتعامل بأخلاقنا وهم يتعاملون بأخلاقهم. زين، ما يخالف، كل هذا الشيء سووه هم نرجع ينسجنون وأكل وشرب ونوفر لهم مصاريف وراح يرجعون يستقون مرتلخ.
طيب طيب أنت بالنسبة لهذا الموضوع، نعم كلامك صحيح، لكن بالنسبة لهذا الموضوع أنت كتعامل قانوني كيف ترى التعامل القانوني مع هؤلاء؟ والله التعامل القانوني يعني بالنسبة لي ما شفت داعشي واجهني أبد، ما مسكت أي داعشي، بس الناس يجون يبلغون يمسكوهم يحولوهم للمحاكم. يعني بالنتيجة أخ عمار هذا كله يعود إلى الدساتير والقوانين الموجودة التي تحكم الآن. إيه طبعاً. والتي لا نستطيع الخروج عنها. نعم. هم اللي ضرروا، هم اللي تأذوا، خلي ينتقمون منهم. ما حد يقدر بعد. يعني هذا. ماكو أي حقوق إنسان تقدر تدافع. أنا لا أؤيدك بهذا الكلام لأن هذا ربما يؤدي إلى انفلات أمني خطير. وربما يؤدي إلى أن البعض يعني هذا الموضوع أكبر ما نتصور، يعني ربما تتهم القوات الأمنية يعني. يتهم الحشد بهذه التصرفات، يتهم أي فصيل يعني هذا الموضوع الحشد ما لهم علاقة، الحشد يوميا ينحكي عليهم، الحشد ما تدخلوا إلى حد هاي اللحظة بأي شيء بالموصل، خصوصا نعم. الحشد الشعبي نعم. ما تدخلوا نعم ونحن قطعا لهذا قطعا لهذا الموضوع يعني ينبغي أن يكون التعامل أمنيا يعني كما يفرض القاضي العسكريون يعني الآن نشاهد يعني التعامل نعم تعاوننا أمني الناس يتعاونون أمنيا وإحنا عم نتعاون معهم ضمن قانون، بس هم الدواعش اللي يسووه هو هذا بأيما دين بأيما قانون بأيما دستور قصف وقتل وذبح ويعلقون الناس بالبواري أسبوع وعشت أيام. نعم. هذا أشنو هذا؟ نعم هذا لا مالك واحد ينتقم منهم؟ طبعا هو كلامك كمبدئيا صحيح، يعني يمكن شخص أن يكون أحد الدواعش قتل قريبه أو أهله، يعني هذا نعلم شعوره جميعا، لكن هذا الموضوع هذا الموضوع يفتح الباب أمام التصرفات العشوائية التي لا تنتهي. أخ عمار أشكرك جزيلا على رأيك وعلى هذا الموضوع وعلى مداخلتك، كنت معي من حي الزهراء، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام بهذا الاتصال ننهي حلقتنا لهذا اليوم والتي كانت حول موضوع التعاون مع القوات الأمنية للقبض على خلايا داعش النائمة والتي كانت حول انتهاكات داعش بقصف الأحياء السكنية في الجانب الأيسر والتي تستمر حتى هذه اللحظة. مشاهدين الكرام بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة ونهاية الوقت المخصص لها، عمل على أمل أن نكون قد استمعنا إلى أهم ما فيها وأهم الآراء ومن المسؤولين والمواطنين. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدين على هذه المتابعة الجيدة، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.